انطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي وحرصها على رفع الوعي المجتمعي للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة، نظمت أكاديمية الشرطة 3 ورش عمل تدريبية لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والكوادر الإدارية بوزارات الخارجية والعدل والثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين. تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على التأكد من المعلومات والتعرف على المصادر الصحيحة للمعلومات، وده بيتم بشكل كبير في هذه الدورة، كيفية الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة. الورشة بتلقي الضوء على كيفية التوعية بهذه المخططات ومواجهتها، لا سيما في مرحلة آنية هي في أشد الحاجة للوعي. إحنا في حرب الوعي، وإن شاء الله نكون سفراء في الخارج بعد تلك الدورة للتوعية بتلك المخططات. تطرقنا لعدة موضوعات في الدورة، في ورشة العمل والدورة التدريبية، منها دور الإعلام والموجه في إسقاط مخططات الدولة وتوجيه أفراد المجتمع، كيفية توجيه الإعلام الموازي وإزاي هو بيخطط لإثارة الشائعات والفتن. هذا الجهد الذي تبذله هذه الدورات التثقيفية والتنويرية والتوعوية لطلبة الجامعات المصرية وللكوادر الشبابية نحن في أمس الحاجة إليه، وسوف يجني ثمرة طيبة. تناولت ورش العمل تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل لتقسيمها بالإرهاب والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام. تكلمنا على التطبيقات السياسية للذكاء الاصطناعي، تكلمنا على التطبيقات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، تكلمنا أيضا على التطبيقات الاجتماعية والثقافية اللي ممكن تؤثر بشكل غير مباشر على وعي المواطنين وبالتالي على سلوكهم واختياراتهم وقراراتهم. كل تأكيد الواحد هيستفيد في الدورة دي إنه لما يلاقي في أي حد سواء في مجال العمل أو في مجال المنطقة بتاعته بيردد كلام غير صحيح أو مكان أو كلام غير مسؤول، فلازم إن أنا أبسط حاجة إن أنا أحاول إن أنا أطبق الكلام اللي أنا سمعته وأقول له مصدر الكلام ده فين، ولازم إن أنت تبدأ تشغل عقلك. أول مرة أحضر ورشة عمل مقدمة من وزارة الداخلية، فادتني على المستوى الشخصي، بقيت أفكر في المواضيع بشكل آخر غير بالشكل التقليدي اللي إحنا متعايشين معاه. مواقف كتير حصلت في البلد أثارت الفوضى فيها، قدرت إن أنا أشوفها بوجه تاني خالص من خلال المحاضرين ذات مقامات عالية. تطرقت ورش العمل إلى استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات والإنجازات التي تتحقق لبناء الجمهورية الجديدة، مع أهمية نشر الوعي للحفاظ على الإنجازات والتصدي لكل من يحاول التشكيك في الثوابت الوطنية. احنا في حاجات كتير احنا ما عندناش وعي بيها، بنعرفها عن طريق الدورة أو عن طريق الورشة اللي احنا بناخدها، التطورات اللي تمت في البلد. الإنسان بالتوعية يقدر يبني البلد ويقدر يساعد فيها. الإنسان يقدر من خلال موقعه كوظيفة حكومية يقدر يساعد في نشر القيم الإيجابية في المجتمع. هي ورشة مثمرة جدا، أنا على المستوى الشخصي استفدت منها، على مستوى وزارتي أكيد هرجع أشوف إيه البرامج اللي أنا ممكن أشتغل عليها طبقا للي أنا خدته من مادة علمية أو أفكار. بشكر وزارة الداخلية إن هي أتاحت لي الفرصة للحضور والمشاركة في الورشة التدريبية، وأتمنى أن الورش دي تتكرر وتفيد طلبة الجامعات المصرية. يأتي تنظيم هذه الورش التدريبية استمرارا للدور الرائد الذي تطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات وإحباط المخططات التي تستهدف النيل من الأوطان.